قوم جوا كاسي وانا اشربه. هاي هاي ايه ده؟ انتوا مين؟ ادوس بنزين. انتوا مين وعايزين مننا ايه؟ انت مين؟ انا زهير رشدي ابو سيف. قصدك ابو ساطور بقى؟ لا، الساطور ده اللي انا اتقتلت بيه. معلش انا اسف يا حضره الشبح، يعني اصل هي رقيقه، يعني هي رقيقه شويه، انا اسف. لا بس انت مستحملها ازاي يعني؟ حضرتك انا ما صدقت لقيت واحده رقيقه يعني. طب معلش خليها كده تقول بطيخ. عمك الشبح بيقول لك قولي بطيخ. بطيخ. شفت الرقه؟ ايه ده؟ ايه البطيخ ده يالا؟ ايه البطيخ ده؟ هتلاقي ده اللي من غير بذر. حضرتك يعني حضرتك ابو ساطور اللي قتلك بالساطور ده يعني اكيد جزار. لا، اخويا زهدي. وانا زهدي. طبعا دي بفهمك ان هي بنت ناس وهي عيلتها كلها شمامين وكلاجيه. لا ده انت حسابك معاه بعدين لما اشوف بس الاشباح الملونه دي. اصبري اصبري، بغبغانات داخله علينا. اصبري. ايوه عم الشبح، خير حضرتك؟ انتوا يعني معلش حضرتك مت بالساطور، وانت اكيد مت في حادثه بالدريكسيون والفتيس ده، صح؟ انا فعلا مت في حادثه. مات في حادثه؟ ما هو اصل بعد ما قتلني خرج يحتفل بالجريمه وياكل يستفندي. عدى الفكهاني ما خدش باله، كان في عمود في وشه، لبس مات. ياه، والعربيه اتطبقت وفضل منها الدريكسيون والفتيس والكوريك. فين الكوريك؟ موجود. ايوه حضرتك مش باين غير الفتيس والدريكسيون، الكوريك فين؟ موجود. وحضرتك يعني الكوريك دايما بيبقى في الشنطه بتاعه العربيه. ما هو اصل انا يوم الحادثه شلته من شنطه العربيه وحطيته تحت الكرسي بتاعي. لا ده انت قاصد بقى. وطبعا حصلت الحادثه ف موجود. ده انت لو خدت اعدام يا ابني كان اسهل لك من اللي انت فيه ده، مش كده ولا ايه؟ وبيقعد ازاي؟ لا ما من يومها ما بيقعدش، بيطبق على طول بقى. واقف كده. يا ده نمط يا اخويا. نعم؟ قلت له ايه حضرتك؟ يا ده نمط يا اخويا. يا ده نمط يا اخويا، انت مين يا بنت؟ انت اسمك ايه؟ انا بقى بصراحه ما اسميش مايا. امال ايه؟ منصوره. منصوره؟ منين يا بنت منصور؟ من عزبه ابو مجيحه. ابو مجيحه؟ وكنت ضحك عليا الفتره دي كلها ومفهمان ان انت من الزمالك يا بنت. ايه ده ايه ده؟ مش دي البنت هبه بتاعت الترنك يالا؟ لا يا عم، انت قصدك على حبيبتي يا هبه. حبيبه قلبي. معقوله يا هبه؟ معقوله حبيبه قلبي؟ معقوله على بنت ترنك يا هبه؟ هبه مين يا هبه بتاعت الترنك؟ بنشتري منها ترنكات بالاسم. انت ايه هبه؟ لا لا مش دي هبه بقى. صح، دي اختها صباح بتاعت مسترد. صباح؟ انت صباح بتاعت مسترد؟ يا بنت اللذينة، وضحك عليا الفترة دي. اصبري اصبري، اخلص بس من الاشباح دي وافهم. انت عملت كده ليه؟ انا هقول. عارف هي عملت كده ليه؟ ليه؟ عشان بتحبك. ايه دي صحيح؟ ايه دي؟ انت مت ازاي؟ انت كمان اكيد طبعا مت منتحرة. انا انتحرت. انتحرت؟ قطعت شراييني؟ ليه؟ عشان خاطر سمير. مساء الخير. ده سمير؟ ده حد ينتحر بسبب؟ وده يعني ايه؟ يعني ايه حكايتهم دول؟ انا هحكي لك قصتهم بكل هدوء واختصار.
أصل دولت وسمير كانوا بيحبوا بعض حب كبير وكان دايماً بيغني لها كتير. أكتر حاجة بحبها فيكي هو ده. هو ده. وشك. وفي يوم قرر سمير يروح يخطبها من أبوها وقال له يا عمي بنتك أجمل بنت في القارة. رد عليه وقال له برا. قال له يا عمي ده أنا طالب الرضا. قال له يا أخي حرام عليك ليه كده؟ ليه يا أخي يا كبير؟ ليه؟ ليه ياد يا سمير؟ رجع سمير مكسور الجناح. وهنا قررت دولة الانتحار. قطعت كف إيديها. كف إيديها وقع في الأرض وما حصلهاش أي حاجة، فقررت ترمي نفسها من الدور الرابع. وقعت على مسمار. أي ماتت. أما سمير فمن كتر الهموم واحد صاحبه تف في وشه مات مسموم. وعجبي. يعني ده ميت مسموم؟ آه. أمال الخرشمة اللي في خلقته دي ليه؟ أصل للأسف سمير فاكرك مننا أشباح. قال إيه بنطير؟ إيه ده إيه ده؟ وأنتوا كأشباح ما بتطيروش؟ لا يا عم أنت بتخش على ويكيبيديا ولا إيه؟ ايه ده؟ يعني الشبح ما بيطيرش؟ لا 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 كل دي اشاعات وحوارات وتحميل اجمل الرنات بس عليه. يعني لا بتخوفوا ولا بتطيروا، امال الاشباح ازاي؟ لا احنا بنخوف وبنطير كمان. انا رايح اطير. انا رايح اطير. واد يا سمير. ايوه يا بيبي. الفل احلى ولا الياسمين؟ التمر هندي. يا سمير. نعم. تعال. ايوه. انت عامل صورتها على صدرك ناحيه صورتها. بس تصدق دي احلى من دي؟ ما عشان كده انا محتفظ بالصوره. نعم. عشان كده انا محتفظ بالصوره. محتفظ. امال ايه؟ محتفظ. لا محتفظ. اطلع بره يا ولد. ليه؟ ما تسالش امشي. محتفظ بالصوره ده ايه ده؟ والله بس على فكره انا مش قلقان منكم، خلاص ما بقتش خايف منكم. يعني انا بس يا رب يعني يوم ما اشتري بيت يطلع لي بدل شبح ست اشباح. لا ولو عايز 10 و20 و40 شبح كمان نجيب لك. تجيبوا لي 40 شبح؟ مش بيقولوا يخلق من الشبح 40؟ المهم. مهم ايه؟ لم لم كل حاجه بقى. يخلق من لم لا يخلق من الشبح 40؟ يا سمير رشق في الموكيت. ما عرفتش اطير. لسه بعمل كده فطيت. يا لهوي. لا يا سمير دي تسلخات يا سمير. تسلخات ايه ده؟ انا رشقت في المصلحه. يا لهوي. لا حول ولا قوه الا بالله. تعبنا معاه سمير ده. امبارح جبناه من عين الحمام بالكباسه. كان بيغسل وشه؟ كان بيغسل وشه وقع في الحوض. ما هو مدي على صرصار فعلا. هو لا ده حاله صعبه سمير. طيب انتوا دلوقتي طلعتوا لنا ليه بقى؟ لا يا حبيبي انتوا اللي طلعتوا لنا. احنا قاعدين في البيت ده من سنين السنين. يا عز يا فخ يا عز يا فخ. ايه ده؟ يا عز يا فخ يا عز. مين دي؟ دي كانت متجوزه عز الدين ذو الفخار باين. ايوه مين دي يعني؟ يعني دي عفريته معاك والشبح معاك هنا في البيت يعني؟ شبح المفروض معانا بس ما بتتكلمش، ما بتقولش غير يا عز ويا فخر. يعني ما تعرفوش حكايتها ايه؟ ولا نعرف وشها من قفاها. بس هي هي بتحبني. انت اسمك ايه يا بيبي؟ ايه؟ ما انا بتتكلمش يا بيبي. انت بتنسي ليه؟ لا انا ما بنساش. انت اللي بتنسى كل حاجه. بس برضه بحبك يا معفنه. يا كذب يا زباله يا متردد. يا قلت لي يا متردد. عبال ما تقولي لي يا جربوع. يا جربوع بسرعه كده. يا لهوي. يا جماعه والمصحف العلاقه دي حرام. الاتنين دول اصلا توأم ومخبيين عليهم. يا واد هتجيبوا سناجب والله. أيوة يعني دول عرفنا حكايتهم والهبل بعينه. دي مين؟ ايه حكايتك؟ انتوا عايزيننا نتكلم؟ ايوه يا ستي ما هتتكلم اهي. عايزينك تتكلمي. عايزين تعرفوا عني ايه؟ عايزين نعرف عنك كل حاجه. كل حاجه؟ انا كنت كل حاجه، كل شيء، كل الاشياء. ايه ده جنات؟ ازاي عامله ايه؟ معلش هو في الالبوم الاخير حضرتك قلتي ادي جامد ولا حب جامد؟
اصل سمعت الالبوم كذا مره ومش معلق معايا. نظف ودنك. ها حاضر. حب جامد جمله عاديه. حب جامد يا عم حامد. صح. الدماغ بقى تروح. ها ايوه صح. لا لا تمام. هو السطور بس ساعات بيشوش عليا كده. يعني حضرتك مين بالظبط؟ انا شجره الدن. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا حسن؟ عامله ايه؟ الحمد لله. وحشتيني قوي يا ليلى. وانت كمان وحشتني قوي يا حسن. يا شكلك اتغير خالص. وانت كمان تخنت شويه. ما عرفتيش تحافظي على نفسك زيي خالص. تخنت شويه يا حسن. لا شويه صغيرين يعني. يا وما سالتيش عليا الفتره دي كلها يعني. انت عارفه المكان كان على الاقل تيجي تسالي عليا. انا اصلا مش مصدقه نفسي ان احنا اخيرا اتقابلنا. يا انا مش عارف اقول لك ايه يا ليلى بجد. طب انت هتخلصي التصوير واحنا مع بعضينا بقى. ها يا استاذه يا استاذه عايزين نصور مش وقته. ثانيه واحده بس. اصل انت مش فاهم حسن ده حب قديم قوي اول حب في حياتي بس الظروف ما خلتناش نتجوز. يا حسن. الله يا استاذه دي قصه رائعه. الفنانة ليلى عابد ترجع إلى حب عمرها القديم مرة أخرى. يا ابني يا ابني مش وقته عايزين نصور. يلا يا جماعة نجهز. فين يا أستاذ؟ طب بص يا حسن ممكن بس تستنى على جنب شوية لحد ما نخلص تصوير وبعدين نتكلم. طب بس عشان ما تمشيش يعني افرضي ما عرفش قبلك بعد التصوير. لا ده رقم تليفوني وده عنوان مكتبي هنبقى نتكلم بعدين. عندك مكتب؟ قبلي فيه الناس. ما شاء الله ما شاء الله. ماشي سيبنا نشتغل بقى دلوقتي يا حسن. اتفضلي. ماشي بس أوكي. بعد ما تخلصي ها مع بعضينا. لان يعني ماشي اوكي يلا. ماشي اتكل على الله. يلا يا حسن. ايه ما فيش. بتقول لي حاولت تنتحر 4 مرات واخد بالك وبعدين انقذوها في اخر لحظه مره قطعت مناخيرها كده يعني. ايوه وعملت عمليات تجميل. كل اللي فيها دي تجميل. ما انا عارفها احنا ما كنتش معاك واحنا صغيرين. انت نسيت ولا ايه؟ لا ما انت ما كنتش فاكر لان انت بتبقى بره احنا كنا جوه. بصي بقى يا استاذ. بصي حضرتك الكاميرا هناك اهي ماشي. حضرتك هتيجي من هنا اوكي. هتيجي كده وانت ماشيه بتدلعي كده ماشي. عماله تعملي كده اوكي. فجاه هتلاقي حبيبك هتروحي لفه وتقولي له حبيبي لقيتك يا حبيبي. عايز بساطه في الاداء. ما طيب. تقوريش أوكي. ماشي اوكي. يلا نجهز. امنع الصوت يا ابني. التواوى كلاك موجود يا استاذ. موجود. ازيك يا فنان؟ ازي حضرتك؟ حسبي الله ونعم الوكيل للانتاج الفني. تقدم ولا تؤخر الفيلم العربي يا حبيبي. الشعر طلع في ظهري. مشهد واحد مشهد واحد اول مره. اكشن. حبيبي استوب استوب يا استاذ. يا استاذ استوب. ايه ما هي بتقول حبيبي فانا جاي تلاقي. اصل دي حضرتك قصه حب من زمان من فوق 20 سنة لان احنا كنا مع بعض في الجامعه وبنمشي بقى في الجناين وماسكين ايد بعض زي العبط كده وبتاع يعني. يا استاذ ده كلام تاني خالص. احنا بنصور فيلم. فيلم فيلم. انا فاكر حقيقه يعني. لا 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 يعني لازم واحد يمثل معاها. الاداء مقنع اصلي قوي يعني. حضرتك في ممثل تاني معاها يعني. مفروض يعني. ماشي حضرتك اتفضل. ممكن تقعد يا استاذ. لا مؤاخذه حسن. معلش سيبني تشتغل. معلش انا اصلا قالت حبيبي فانا نسيت كل الذكريات. معلش سكوت كلاك. ركزي بقى شويه يا استاذه بقى ركزي. ربنا ينتقم منكم كلكم يا رب. للانتاج الفني تقدم ولا تؤخر باكوره اعمالها الفيلم العربي يا حبيبي الشعر طلع في صدري. مشهد واحد اول مره. اكشن. حبيبي. بص انا مش هتكلم بقى المره دي خلاص. ها يعني يخش بقى الممثل التاني يتصرف بقى. يا استاذ اسكت خالص اقعد ساكت بقى ما تجننيش. انا قاعد ساكت اهو حضرتك اتفضل. يا ساتر يا استاذ. يا مغلى بس بقى حسن بقى اتفضل. الصوت في الترابيزه اللي هناك بتزيق ولا ايه؟ اللي اختشوا ماتوا. للانتاج الفني تقدم باكوره اعمالها يا حبيبي الشعر راح ارجع بقى. المشهد واحد رقم 2 اول مره. اكشن. بص يا حسن بقى ما تتكلمش خالص. ما تتعبنيش يا حسن الراجل ده عصبي. ايوه ما انا ما اتكلمتش. وبعدين كلمته من بدري انا مفيش فايده فيه. معلش معلش استوب يا ابني استوب. اغنيها لكم استوب يا حلو. استوب حلوه كده حلوه ازاي؟ استوب يا حلو استوب ايه ده مخرج ده
انا خلاص مش قادر كده. معلش انا مش هروح تاني ولا انا. خلاص يا حبيبي خلاص اكشن حبيبي. على فكره انا ما اتكلمش المره اللي فاتت هو اللي اتكلم عشان تبقى عارف، وانت زعقتي لي انا. ها حرام عليك اللي انا. ايوه زعقت له لان هو اللي اتكلم. ايوه انت ساعه ما قلت استوب يا حلو استوب هنا لما قلت لك استوب. انتوا في حد مسلطكوا عليا يا جماعه؟ انتوا ما تسكتوا بقى، عايز اصور. مش ناقص فشل انا. مش ناقص فشل. اتفضل. بقول لك ايه، انا هجيب لك حد تاخده منه الاحساس. ماشي ماشي. بقول لك ايه يا ابني يا بمبوط، انت تعالى انت ساكت. ايوه انت ساكت ما بتتكلمش. ايه بص، تقف قدام الاستاذه تديها الاحساس. ماشي حاضر. حاجه رومانسي كده. لا ده انا في الرومانسيه ها كده. ها ربنا يستر. بس ركز ما تتكلمش. حاضر. جلاك. ها اكشن. حبيبي بحبك بحبك بحبك، كلمة بقالي سنين عايز اقولها بس ما كانش عندي الشجاعة الكافية ان اقولها. يا ابني قلت لك اوعي يا استاذ، اوعي يا استاذ، قلت لك من غير كلام. صمت صمت يا عم. والله انا عارف الفيلم ده، ده بقى فيلم معبود الشماريخ والمصحف عارفه. والله انا اللي هديك بالشماريخ. اقعد ساكت خالص، اديها الاحساس بس. ماشي صمت يعني اللي هو امثل بعينيا. ايوه برافو عليك. انا اصلا عيني فيها من احمد زكي لو خدت بالك. بص اهي اصلا صمت. اسمع الكلام بتاع الاسطى وصمت. ها حاضر يلا. حاضر. اكشن حبيبي. تعال تعال تعال. في ايه يا عم القبطان انت؟ في ايه يا عم سيب دربي الهلب؟ في ايه؟ ايه اسكت. وانتوا ملاقيين ده؟ معقوله ده في موسم التزاوج؟ تعال ثانية واحدة يا جدعان. ايه ده؟ ياه هديك حقنة هوا والله. ثانية واحدة سيبوني. تعالى بس هو هيبقى كويس. تعالى تعالى يا محمود. ما تعملناش مشاكل يا محمود. سيب الواد ياخد فرصته، ده الواد عسولة. سيبني بقى يا عم محمود لا مؤاخذة. يلا خش عليها تاني. يلا خش على ايه؟ مع السلامة يا أستاذ. وحياة أبوك اديله فرصة واحدة. لا فرصة واحدة في بلاد آخر يوم. سيب فرصة واحدة. فرصة والله هضربها. ماشي بس امسحها فيا أنا. أنا اسمي محمود، اسأل عني. خش. ها حبيبي. لا مالك ايه ده فرقان تاني الكلام ده؟ مالك في ايه؟ ما سيبني يا عم محمود. اسيبك ايه؟ ما انت زايم عليه. ما عاد تعمل كده. ما انا هوريك البوس اللي في الافلام ده بجد ولا حقيقي. بس استنى امشوا امشوا مش هنصور ده. انت حرك جميل. ابصها وانا واقف يعني هي جت عليا؟ ما انت طول عمرك بتقف للحركه كلها. تعال يا محمود تعال. تعال يا ابني مش ناقصين. ممكن تاخده عندك؟ احنا مش هنصور خلاص. حاضر. يا استاذ حاضر. دي واضح انها حاره غبيه ومش هنصور هنا خالص. ايه ده بيشتمنا الراجل ده بيقول علينا حاره غبيه؟ تشم ولا ايه؟ تشم ولا بس يا دينا. لا 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 ابوس ايدك وبلاش دينا. والنبي والنبي يا دينا. يا جماعه عاوزين نشتغل مش كده. ده بيشم وبيقول لك حاره غبيه. بنت يا دينا. اه والله لا اجيب لكم البوليس. ها ليلى. ايه ده هي دي دينا؟ دي ايه دينا لسه؟ ازيك يا فنانتنا؟ اهلا ازيك؟ شفت؟ هتلعب تعرفنا اهي، جهز الفلوس. ايه ده ايه ده؟ ده انا شكلي هكوع كتير. تعالي بحضني يا اختي تعالي. اوعي كده عشان الميك اب. ده اللي هو ايه ده؟ المكياج حضرتك. حضرتك ايه؟ ده انا سمية يا بنت. بنت؟ لا انا ما اعرفكيش خالص على فكره. مش فاكراكي؟ الحق انا بقى جاهز الموس. انت مش فاكراني؟ ده انا سمية كنت معاكي في المدرسه. لا والله سوري مش فاكراكي بجد. لما احلق لها تبقى شبه وائل جمعه. او خميس جمعه او ابراهيم جمعه. اي حد غير وائل جمعه. ليه؟ ليه؟ لانه مش رايح كاس العالم. انت تستهبلي؟ انت مش فاكره لما كنت تروحي تقولي لامك انك عندي وتنزلي انت وحسن تحت في بير السلم تلعبوا عريس وعروسه؟ حتى بالأمانة محمود كان بيقف لكم الدور. يا خدت الله خلاص مسكت مراتك يا انا. يا راجل شيل ايدك من عليا. بقولك اتكلم من غير ايد ابوس ايدك. كنا صغيرين يا انا مش فاهمين. بس حسن كان كبير. ما تعملش الحركه دي بتغدني. تعالى يا محمود تعالى ما تخافش. تعالى تعالى اقعد. حسن مالكش انت دعوه خالص بالحكايه دي. بقولك ايه انا مش فاكراكي. نسيتي الهدوم اللي كنت بتاخديها تروحي تصوري بيها؟ نسيتي البنطلون الشمسي اللي خدتيه اول مره تروحي تصوري بيه عشان بنطلونك كان قديم ومقطع؟ ايه ده ايه ده ايه الكلام ده؟
حلو قوي الكلام ده يا استاذه، رائع. انت بتكتب انت كمان. بقول لك ايه يا ست، انا مش فاكراكي وما عرفتيش خالص ومش فاكره ولا كلمه من اللي انت بتقوليها. والله العظيم لو ما احترمتي نفسك لا اطلب لك البوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا ام بوليس؟ يا اللي شبه خطوط الكراريس، ده انا سميه بنت هنيه اللي كانت كل خطوه بعريس، مش زيك انت يا بايره يا عصاصه العصايص. ايه ده؟ متجوز هشام الجاخ؟ هي دي دينا؟ ايوه هي دي. ما تجيبش البوليس، هات الامن المركزي. يا حسن في حد بيتعرض لك؟ والله هو بس ما كانش يعرف ان انت المدام، هو لسه المخرج ده اللي كان بيتعرض لي. يا جماعه عاوزين نشتغل مش كده. ايه ده ايه ده ايه ده ده ايه اللي انا شايفه ده؟ ليلى عجرم. ايه ده دينا؟ لا دي الحكايه باظت خالص. ايوه يا جواي، عرفيها قيمتها وسط الحريم، المعفنة اللي شبه انبوبة الكريم، المعصعصة اكلة البرسيم. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده بجد؟ لا مش اسلوب خالص يا مامي. ايه يا بنت الرفع اللي انت فيه ده؟ يمكن عشان خاطر لو اتحبستي في اوضه النوم تعرفي تخرجي من خرم الباب. حلوه والله. اديها يا موال في جنبها، كانت حنينه عليها وعلى اللي جابها. وانتي بقى جابوا لك اوضه نوم على قدك منين؟ لا 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 لا، لو سمحتي اتكلمي كويس عن مداها. جبنا لها اوضه نوم من دمياط عادي جدا، وحطيناها وبنينا عليها العماره دايرين داير. هنغلط بقى في ناس ولا ايه؟ يا بنت ده انت الباتونسه ليه؟ يقول لك بتتقصي على ايه؟ لا جميله دي بصراحه. طب على فكره بقى، وانت الفيل ابو زلومه لما يشوفك يبقى محرج ومستغرب جدا عشان شايف حد تخين زيه كده، ويقعد يفكر بقى هيعمل ايه في الحكايه دي. دي قصه قصيره اللي انت بتقوليها. الست بتردح لك ردح واضح، تترمي تترمي تتي، رد عليها تترمي تترمي تتو على طول. لكن الفيل لما زلومه ولا ايه ده؟ طب اوعى كده. بقول لك ايه يا ست، انت انا مش هرد عليكي، انت عارفه ليه؟ ليه؟ انت واكله نعناع، ايه اللي حش؟ انا مش هرد عليكي عشان انا اصلا مش هنزل مستوايا وارد على واحده واطيه زيك. لا يلا بينا، يلا بينا. لا 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 لا.